للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عضو مجلس الشورى الدكتور منصور سرحان. مساء الخير دكتور منصور. ذكرتم في هذا الاجتماع التدخلات الإيرانية ودور النظام الإيراني في زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية بشكل عام وفي دول مجلس التعاون العربي ومملكة البحرين بشكل خاص. كيف وصل البيان إلى هذا الإجماع العربي ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة؟ والله طبعا أولا شكرا جزيلا. البيان الختامي للندوة احتوى أو اشتمل على عدة توصيات تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأعضاء. نعم. ومن بين أهم تلك التوصيات طبعا احنا أخذنا أولا يعني قضية فلسطين باعتبارها قضية العرب المركزية، وهذه تحتاج لبذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لرفض المحاولات الرامية لتصفيتها، مع التأكيد على رفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والعمل على العودة لمفاوضات السلام ودعم الشعب الفلسطيني وصولا لحل الدولتين. نعم. كما تم التركيز على أهمية دور الإعلام العربي في دعم المواقف العربية الرامية لرفض التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية برمتها، ومن بينها التدخلات طبعا الإيرانية في البحرين، وهذه طبعا حصلت على إجماع جميع الدول العربية. نعم. ومواجهة هذه التدخلات بجميع الوسائل، طبعا هناك وسائل فكرية وسياسية وأمنية، وتأكيد حق الدول العربية في الدفاع عن سيادتها واستقرارها أمام التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها، مع العمل على أهمية حل الخلافات العربية بالطرق السلمية داخل البيت العربي، يعني بعيد عن تأثير التدخلات الخارجية. أيضا من التوصيات المهمة تطرقت التوصيات إلى التأكيد على أن التنوع المذهبي والديني أو العرقي الموجود في الدول العربية حاليا هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف. يعني فالتنوع كما تعلمون هو من سنن الله بين البشر. نعم. والقومية تبنى على أسس وطنية يدعمها الدين ولا يتناقض طبعا معها. نعم دكتور منصور، يعني هذه النقاط التي تم التطرق إليها في البيان الختامي، ما هي الخطوة المقبلة الآن بعد أن تم الانتهاء من هذه الندوة البرلمانية التي أقامها الاتحاد البرلماني العربي والمعنية بالوضع العربي الراهن؟ ما هي خطط العمل التي سيتم العمل عليها مستقبلا، وما هو مصير هذه التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة؟ طبعا مصير هذه التوصيات سوف ترفع إلى جميع الدول العربية. نعم. وتتم متابعتها من قبل يعني أعضاء الاتحاد البرلماني العربي. نعم. وأيضا هناك طبعا توصية أيضا في غاية الأهمية أنا أعتبرها، وهي إمكانية عقد قمة عربية لدراسة الوضع العربي الراهن، وخصوصا التدخلات الأجنبية التي تتعرض لها يعني الكثير من الدول العربية، و هذه التدخلات أدت إلى تدمير طبعا البنية التحتية في كثير من الدول العربية. نعم. أيضا طبعا إحنا هنا يعني أشدنا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في عملية إرجاع الشرعية أو يعني إرجاع الشرعية بالنسبة إلى اليمن. نعم. اليمن العربي وهي دولة عربية شقيقة، و طبعا طالبنا ايضا حتى جميع الدول العربيه الدول الاجنبيه ايضا ان يقفوا الى جانب هاتين الدولتين التي طبعا بذلت الكثير يعني من الجهد وحتى يعني والتضحيات البشريه من اجل اعاده الحياه والاستقرار الى اليمن الشقيق. نعم سعاده الدكتور منصور سرحان عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.